اهلا بكم مشاهدينا الكرام. اسمحوا لنا في بدايه الحلقه نرحب بضيفنا الكابتن سلطان الخميس المدرب الوطني المعروف ومكتشف المواهب. مساء الخير كابتن. اهلا مساك بالخير اخوي تركي. شكرا لوجودك معنا. الله لا شكر على الواجب. سينضم معنا لاحقا عبر الاقمار الصناعيه من جده الكابتن ونجم الكره السعوديه الكابتن امين دابو، احد الاوجه المشرقه في الكره السعوديه في فتره الثمانينات والسبعينات وخلينا نقول التسعينات عشان ما يزعل عليكم عشان ما نكبر المره. كابتن امين دابو راح يلتحق بنا ان شاء الله لاحقا عبر الاقمار الصناعيه من جده. قبل ما نبدا بالحديث في اي موضوع اليوم، الديوان الملكي اصدر او بيان من الديوان الملكي قال انه انتقلت الى رحمه الله تعالى فجر هذا اليوم السبت 9/7/1432 صاحبه السمو الملكي الاميره منيره بنت سلطان بن عبد العزيز عن عمر يناهز 59 اثر مرض عضال، وصلي عليها اليوم عصر وصليها اليوم عصرا بجامع الامام تركي بن عبد العزيز بالرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته واسكنها فسيح جناته، انا لله وانا اليه راجعون. الفقيده هي والده صاحب السمو الملك الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب. نحن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني والأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم والأمير نواف بن فيصل رئيس العام لرعاية الشباب، وتغمد الله بواسع رحمته وجعلها إن شاء الله في جنات النعيم. كابتن في تحب هي والله لو سمحت لي اني احب ان يعني اعزي سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني وسمو سيدي الامير خالد بن سلطان والامير فيصل بن سلطان والامير تركي بن سلطان والامير نواف بن فيصل، لان على فقدان الاميره منيره غفر الله لها واسكنها فسيح جناته، وإن شاء الله في جنات النعيم لأنها يعني مشهور عنها بفعل الخير والحمد لله، وهذه سنة الحياة وإن شاء الله طول العمر للباقين إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تكون آخر الأحزان.